مالها؟ بتقول عندها تسلخ. ايه تسمم؟ حاسه بايه يا شطر؟ بص بص اقول لك، انا زي ما يكون في واحد واقف هنا وماسك مسدس، وواحد سيدي واقف هنا وماسك بندقيه، وواحده ست شايله ابنها وبتعدي من هنا، والتريلا جايه عليها. حزبي ده ستها. ده مشهد يا ريتنا صورناه. دي مش لوحدها يا خير. ايوه يا ابني، ما هو مدحت قاعد جنبها ودليدة وانا وانت. ايوه بس هي بص يا ابني، لا دي عندها حاله صعار. صعار؟ طب قوموا جنبها بسرعه. لا احنا ننقلها مكان تاني. الاوضه الثانيه؟ يلا ليه الاوضه الثانيه؟ لا يا بابا، انا بطني بتتقطع، بطني بتعمل كده اهوت. يا حبيبتي ما تلاقيش، ما لما تتقطع دي وتقع هتلاقي في بطن تحت لغايه ما نوصل لسبع بطن. عالجوني. خالو خالو احنا نجيب لها دكتور. امال انت ايه يا ابني ومنزلينك من البيت لغايه هنا عشان ايه؟ ايوه انت مش قلت لي اللي انت عازمني على الغدا؟ يا حبيبي هنتغدى طبعا، هنتغدى بس تشوفوا البنت الاول. بص انا هقول لكم على اللي حصل بصراحه، بس قولي لبوم ما يضربنيش. لا هو مش سامعك، قولي. لا انا سامعها، لكن وانا هضرب ايد عليها. قولي. بصوا انا خدت البتاع اللي جنبيكوا ده. انت خدتي الدواء ده؟ اه خدته عشان انتحر، عشان انت ما رضيتش بابراهيم سعيد. ايه؟ نهار اسود. ايه؟ انت خدتي الدواء ده؟ تخلصيه كله يا كلب. ده انا دخت عقبال ما اجيبه. دواء ايه ده يا دكتور؟ ده ملين. بابا قوموا بسرعه، دي هتزروت الدنيا دلوقتي. بسرعه. الله، يعني انا اخف؟ مش تعبانه؟ قومي بسرعه، تعالي احسن، ده هتزروت الدنيا. طب يلا بابا نروح بقى اصلا نتفرج على التلفزيون. يلا حبيبتي يلا، شيلني على ظهرك. معلش يا حبيبتي الصوت بيقطع. لا شيلني على ظهرك عشان نتفرج في التلفزيون. الشبكه زفت يا بابا بقى. يلا يلا بابا. لا يا روح بابا. طب بابا.